أشعب والجائزة الكبرى. بينما كان أشعب ينظر من شرفة منزله فرأى صديقه الشاعر المعروف، وقد كان عائدا من قصر الوالي مسرور، وكانت الفرحة بادية على وجهه. فقال له أشعب: ما لي أراك سعيدا هكذا أيها الشاعر الكبير؟ فأجاب: لقد وعدني الوالي مسرور حفظه الله بجائزة كبيرة، لأنني كتبت فيه قصيدة عصماء فاقت كل ما كتب الشعراء، ثم مضى في طريقه. بينما بقي أشعب على الشرفة يفكر وهو يقول في نفسه: جائزة كبيرة مقابل أبيات من الشعر، فلماذا لا أجرب حظي؟ فقد أحصل على جائزة وأحظى بقرب الوالي. فعكف أشعب على قراءة الشعر وحفظه حتى استطاع أن يبدع قصيدة جيدة، ثم ذهب من فوره إلى الوالي كي ينشدها له. فذهب إلى قصر الوالي ودخل عليه، فتعجب الوالي لما رأى أشعب أمامه ومعه بعض الأوراق. وقبل أن يتكلم سبقه أشعب قائلا: أرجو أن تسمح لي يا مولاي الوالي بأن أنشدك قصيدة رائعة الجمال، سوف يحفظها الزمان وتتغنى بها الأجيال. فضحك الوالي بشدة وقال في استغراب: ومنذ متى وأنت تكتب الشعر يا أشعب؟ فلقد عهدناك تتطفل على موائد الطعام، أما أن تتطفل على موائد الشعر فهذا أعجب ما سمعناه. وكاد الحاضرون ينفجرون من شدة الضحك، ولكن الوالي أشار عليهم بالسكوت وقال: أعطوه فرصة لكي ينشد قصيدته تلك. وعلى الفور أخذ أشعب يقول: أنت كالنجم في السماء، أنت كالشمس والضياء، أنت وال وعبقري ومثال للتفوق والذكاء. لقد كان الوالي في غاية السعادة وهو يسمع هذه القصيدة التي تصفه بما ليس فيه. فنادى الوالي كاتبه الخاص وأمره بأن يمنح أشعب جائزة كبيرة وقدرها 1000 درهم. فلم يصدق أشعب ما سمع وقال للوالي مسرور: الاسم مسرور والفعل مسرور، وأنت دوما على الأعداء منصور. فقال الوالي لكاتبه: زده 1000 أخرى. فزادت بهجة أشعب وسروره فأنشد يقول: أنت والي المستضعفين، أنت على الرعية أمين، يحبك الفقراء والضعفاء، وأنت درة الولاة والأمراء. فقال الوالي: ما دمت سعيدا لهذه الدرجة يا أشعب فقد أمرتك أيها الكاتب أن تزيد جائزته 1000 أخرى. فاقترب منه أشعب وقال له: كم أنت وال كريم وصاحب سلطان عظيم، أدعو الله أن يثبت ولايتك ويمن بالصحة والعافية عليك وعلى ذريتك. ولم يلبث أشعب أن انصرف وهو سعيد بوعد الوالي له بالجائزة. فقال الكاتب للوالي بدهشة: ما هذا يا مولاي؟ لقد كان يكفيه 2 دراهم، فكيف تأمر له بتلك الآلاف الأربعة؟ ابتسم الوالي وقال لكاتبه: هل صدقت أنني سأعطيه شيئا أيها الأحمق؟ فتساءل الكاتب: وهل ستخلف وعدك يا مولاي؟ فقال: أيها الأحمق، لقد أسعدني أشعب بالكلام فحسب، وكان علي أيضا أن أسعده أنا بالكلام أيضا. وأخذ يضحك بصوت عال ثم أضاف قائلا: مع العلم بأن معظم المعاني التي قالها قد نقلها من شعراء آخرين وليست من تأليفه، علاوة على أنه زعم أنني نجم في السماء وأنني عبقري وأنني والي المستضعفين وأنني، وهو بذلك لقد كان مبالغا بل وكاذبا في بعض الأوصاف، أليس كذلك؟ فقال الكاتب: إنها بضاعة الشعراء يا مولاي ولا يملكون سواها. فقال الوالي: أفترى من العدل أن نقابل كذبه بالصدق؟ ولذلك فقد جازيناه كلاما بكلام. وأخذ يضحك كل منهما. بينما نام أشعب
وهو يمني نفسه بتلك الآلاف الأربع من الدراهم التي ستحل جميع مشاكله، وهو يفكر بأن ينشد الوالي قصيدة أخرى أثناء تسلمه الجامعة.